بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير. نتواصل من ميدان المرموم، تحفة ميادين السباقات، هنا عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة دبي ريسنج، ضمن مهرجان فخر الأجيال في يومه الثاني، وفي هذا المساء الرائع بانطلاقات سن اللقاية، الخمسة كيلومترات هي الحاضرة، وانطلاقة شوطنا الخامس الخاص بالجعدان المحليات الأصايل، سيارة للفائز بالمركز الأول، بينما هناك من المركز الثاني وحتى المركز العاشر أيضا جوائز نقدية مجزية. مباشرة أسير إلى مقدمة الشوط، أسير إلى الصدارة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل والرائع. من يأتينا في الصدارة؟ هناك في المركز الأول بالانطلاق مباشرة إلى الصدارة، واللي في المركز الأول ظبيان علي بن حمدان بن علي الكتبي، من يتواجد في الصدارة في المركز الأول، ولكن الدخول من الجانب الآخر الذي قدم بكل قوة وأداء جميل ليصل هناك وينتزع المركز الأول في هذه اللحظات القادمة، دم اللي هو ايضا احمد بن سعيد بن احمد الرميثي ياتي هنا، ايضا الغندوري ياتي في المركز الاول، بينما المركز الثاني او الغندوري في المركز الاول بينما المركز الثاني الوصول هناك من اللي هو صمصام رياض بن ثامر بن سليمان السعدون ياتي في المركز الثاني. المركز الثالث يصل شعار الرميثي مع مشكور راشد بن سعيد بن احمد بن سيف، الرميثي ياتي في هذه اللحظات ليغير المركز الاول والمركز الرابع، وصل هناك الرنجل عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، والمركز الخامس الوصول في هذه اللحظات مياس خليفة بن راشد بن سرداح يتواجد مع المركز الخامس. نقلتنا إلى المركز السادس والوصول من شرط مطر بن محمد بن دحروي العامري على سادس المراكز، والمركز السابع وصل شاهين سعيد بن عبيد بن سالم الظاهري على الصدارة، بينما هناك يأتي على المركز السابع، بينما المركز الثامن الوصول في هذه اللحظات من أيضا القادم هملول أحمد بخليفة بسلطان بن رشيد السويدي، وهناك القدوم من شعار ابو ظفيره على تاسع المراكز، يصل في هذه اللحظات احمد بن عبيد بن سالم ابو ظفيره العامري، وصل الفلاحي، وصل الفلاحي في هذه اللحظات صوغان، او هناك شعار سعيد بن محمد بن ركاض العامري ليعلن انطلاقته صوغان في هذا الاداء الجميل. مشاهدينا متابعينا الكرام، اعود الى الصداره، اعود الى مقدمه الشوط، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول. ما شاء الله، مشكور مشكور على الصدارة، راشد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي راعي العوايد وسلالة مشكور الغنية عن التعريف، الله الله الله، أيضا يعرف طريق الناموس جيدا لياتي في الصدارة في المركز الأول مشكور، ولكن بن دحروي وصل في المركز الثاني، انطلق في المركز الثاني شرط مطر بن محمد بن دحروي العامري على ثاني المراكز، والمركز الثالث الوصول من شاهين سعيد بن عبيد بن سالم الظاهري يصل على المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع الوصول من شاهين عيسى بن مطهر بن عيسى الفلاحي على المركز الرابع. المركز الخامس في هذه اللحظات الدخول من هملول احمد بن خليفه بسلطان بن رشيد السويدي يصل في المركز الخامس. نقلتنا مباشره الى المركز السادس ليجد هناك صمصام رياض بن ثامر السعدون يتواجد في المركز السادس والمركز السابع، الله، وصل في هذه اللحظات شاهين راشد بن برمان بن محمد الشامسي يقدم انطلاقة شاهين، ولكن من القادم من المنطلق في هذه اللحظات؟ ايضا مردف يصل سالم بن راشد بن غدير الكتبي يصل في هذه اللحظات من اجل المنافسة والفوز والانتصار، الاسماء القادمة والانطلاقات، اعود الى سكان المقدمة، اعود الى الصدارة، اعود الى المركز الاول، ما شاء الله تبارك الله، الصدارة والمركز الأول مشكور راشد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي، الرميثي على المركز الأول ما زال في صدارة هذا الشوط، ما زال مع لافتة الاثنين كيلومترات المتبقي عن التتويج والسيارة بالانتظار، بينما المركز الثاني هناك شرط مطر بن محمد بن دحروي العامري يقدم شرط هنا بهذا الشوط، ما شاء الله الفلاحي قادم، الفلاحي منطلق، هناك عيسى بن مطر بن
بن عيسى الفلاحي مع شاهين ياتي على المركز الثالث. نقلتنا مباشرة إلى المركز الرابع، يصل هملول على رابع المراكز، أحمد بخليفة بن رشيد السويدي ياتي مع انطلاقة هملول كما قدم نجد في الشوط المفتوح، هنا ياتي مع هملول ولكن المركز الخامس، الوصول في خامس المراكز، هناك الله أيضا وصل شاهين سعيد بن عبيد بن سالم الظاهري الظاهري، بدأ يظهر في هذه اللحظات، بدأ ينطلق في هذه اللحظات، هناك شعار بن عفصان مع هملول يصل، هناك عبد الله بن سيف بن مبارك الخيالي في هذه اللحظات ينطلق، ولكن الاسم القادم، الاسم الذي قدم بكل قوه اللي هو الحذر عبد الله بن محمد بن قناص العامري بدا يقتنص الفرصه، بدا يقتنص الفرصه من الزاويه الصعبه، ولكن هناك شاهين عبد الله بن سالم القحطاني وصل في هذه اللحظات، ما شاء الله تبارك الله على هذه العروض الرائعه، الانطلاقات القويه 1200، مشكور على الصداره، مشكور على المركز الاول، يتواجد بهذا الانطلاق، انطلاقي مشكور راشد بن سعيد بن احمد الرميثي على الصداره على المركز الاول على الانطلاق الاول، وبدا الفلاحي بدا ينطلق عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي ليقدم الماركه ايضا الشاهينيه، الله 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 الله، هملول 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 وعاشق السلاله الشاهينيه، ياتي هنا احمد بن خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي، ولكن من الجانب الاخر، من القادم من الجانب الاخر، القادم بانطلاقاته الرائعه، ياتي هناك الحذر عبد الله بن محمد بن قناص العامري، وهنا وصل في هذه اللحظات مردف مردف سالم بن راشد بن غدير الكتبي، يبا يشق طريق الناموس هناك ليذهب بالسلامات الى اهالي مرغم، ما شاء الله تبارك الله، ثلاثيه ولا اروع، جوله الاوامر النهائيه، وصلنا 600 متر النهائيه الاخيره، مردف مردف على صداره على المركز الاول، سالم بن راشد بن سالم بن راشد بن غدير الكتبي يتواجد الصداره ليقدم انطلاقه مردف على المركز الاول، ما شاء الله ايضا مردف على الصداره على المركز الاول، هملول في ثاني المراكز، احمد بن خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي، ولكن مردف مردف على المركز الاول ليسلم على اهالي مرغم في هذا المساء الرائع، وصل شرط وصل شرط، محمد بن دحروي يصل في هذه اللحظات، يا سلام من القادم، هنا المنطلق الذيب هزاع بن سعيد المنصوري يصل في هذه اللحظات بن سالمين، ولكن مردف، اسعد الله مساكم يا اهالي مرغم يا اهالي مرغم، جود ايفنينج يا مرغم على هذا الاداء الجميل، مردف سالم بن راشد بن غدير الكتبي ينتزع المركز الاول، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، المركز الثاني شاهين عيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي، المركز الثالث وصل هناك الذيب هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري، المركز الرابع كان شرط في رابع المراكز، تهانينا مطر بن محمد بن دحروي العامري، المركز الخامس وصل ايضا شعار سالم بن سعيد بن منانه، تهانينا والناموس على هذا الفوز و الانتصار، هكذا هو التوقيت الزمني 7 دقائق 43 ثانية جزءاً واحدة من الثانية، تهانينا لسالم بن راشد بن غدير الكتبي على فوز مردف بالمركز الأول، تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني كان أيضاً الدخول من اللي هو شاهين، مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام تهانينا لعيسى بن مطر بن عيسى الفلاحي، 7 دقائق 44 ثانية وستة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثالث كان الذيب أيضاً من تدخل الأمتار الأخيرة ليعلن أنه بطلا للمركز الثالث، 7 دقائق 44 ثانية 8 أجزاء من الثانية، تهانينا أيضا لمالك الذيب هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري، تهانينا والناموس لكل الفائزين. التواصل أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء مستمر.